السلام عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. لاحظتم بعضكم ما فهم طريقة التنفس المساعدة للنوم اللي هي طريقة الأربعة سبعة ثمانية. هذه كيف؟ شوف وأنت تاخذ النفس عدي لأربعة، بعدين تكتم النفس تعدي إلى سبع ثواني، وبعدين وأنت تطلع النفس تعد إلى ثمان ثواني. يعني بس عد ببالك عاد، مو بتقعد تشغل اصابعك قبل النوم. الله يحفظكم. ترى مساعده جدا، ارتفاع الاكسجين، الريلاكسيشن، الهدوء، هذه كلها مساعده لك.